سائل يقول: رجل يعيش في بلدنا ويسمع القرآن ويقرأه ويعرف أن هناك من يحذر من الذهاب للأموات والاستغاثة بهم، فهل يكفر ابتداء أم لا بد أن أجلس معه وأقيم؟ يقول: فهل يكفر ابتداء أم لا بد أن أجلس معه وأقيم عليه الحجة؟ نعم، هو إذا كان يتقرب إلى الأموات بأنواع العبادة هذا شرك أكبر، فلا بد أن يدعى إلى التوحيد ويبين له أن هذا الشرك يتنافى مع التوحيد ومع العقيدة، وأنت مسلم تصوم وتصلي وكيف تهدم أعمالك بهذا الاعتقاد، فيبين له هذا الشيء. نعم.